مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فيس اوف. يعني احنا دايما بنتكلم عن ترندات وعن حاجات حصلت واثارت غضب الجمهور على السوشيال ميديا او اثارت اعجابه، ولكن احنا النهارده مش هنتكلم بس عن ترند، احنا برضو فيس اوف دايما بنسعى ان احنا نعمل توعيه للناس ونعرفهم برضو الصح من الغلط ونعرفهم الصواب فين، سواء لو كان حاجه تتعلق بالدين ام بالفن او باي حاجه بتظهر على السوشيال ميديا. امبارح الناس كلها كانت تتكلم على يعني خبر كان شوية غريب، انا صراحة بالنسبة لي برضو كان غريب، والنهاردة برضو عايزة اعرف الحقيقة فيه. في داعية ديني على السوشيال ميديا يدعى امير منير، عمل زي ابليكيشن يدعو الناس دايما انه يعني هو روج للابليكيشن دي، بيتكلم خلينا نقول يتكلم فكرة ابليكيشن، بتقول الابليكيشن انه انت لو مش قادر ان انت تعمل عمرة لباباك مامتك اي حد تحبه او حد من قريبينك او عايز تعمل عمرة لحد، فانت تقدر ان انت تبعت لنا فلوس، قيمة الفلوس مكتوب 4000 جنيه، ونحن نقدر ان احنا نعمل لك عمرة للشخص اللي انت عايزه. انا عن نفسي انا عايزة اتأكد من الموضوع ده، عشان انا طول الوقت فاكرة ان احنا نقدر نعمل عمرة لأهالينا او درجة القرابة تبقى قريبة جدا، فالموضوع بالنسبة لي غريب زي الناس، عشان ما تفتكروش ان انا عندي معلومة ومش قايلاها. عشان كده احنا النهاردة عايزين نعرف موقف الدين، وعايزين نعرف هل الموضوع ده حقيقي ينفع ولا ما ينفعش، وان شاء الله هيكون معنا اساتذة. ايوة الو، المكالمة جاهزة يا اساتذة. الو السلام عليكم. فضيلة الشيخ زكريا السهاجي، وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله. حضرتك سمعت في البوست او يعني الترويج لابليكيشن بتقول انه انت لو مش قادر ان انت تعمل عمره وعايز حد يعمل لك عمره من قرايبينك يعني او الناس، يعني ان احنا ندفع فلوس لحد يعمل لنا عمره، الفكره بوجهه نظرك ايه؟ سمعت بالكلام ده ولا لا؟ ان عمره بالانابه. طبعا سمعنا الكلام ده، والكلام ده كتير، وان ويجوز ان كان طالب العمرة اذا كان متوفي او لديه موانع تمنعه من اداء فريضة العمرة ويدفع لحد، يعني يفضل يكون من قرايبه او الناس اللي فيهم الثقة والصدق والاخلاص. ما هي دي حضرة الشيخ، احنا عايزين نعرف يعني يفضل ولا ممنوع ولا ما ينفعش ولا مش ممنوع؟ مش ممنوع، لا هو يفضل، يعني بصي الاكثر ثقة وامانة واخلاص. طيب انا ايه عرفني ان الراجل ده او الست دي اللي انا هقول لها ممكن تعملي عمرة نيابة عني لمامتي مثلا، هي هتعملها؟ لابد ان حضرتك تعرفيها عشان تقولي لها. ايوه، يبقى لازم انا ابقى عارفة اعرف الشخص ده عشان الثقة. ربما يكون الامر امرا تجاريا. اي ما هي دي حضرة الشيخ، انه في داعية بيقول انه في ابليكيشن ان انت تدفع 4000 جنيه وحد هيعمل لك عمره، وجهه نظرك ايه في الموضوع ده؟ غير موثوق في دقه التنفيذ والامان. طب ما هي دي الفكره، ان احنا مش واثقين، فهو حد مش من اقربائنا، يعني مش من الناس القريبين لينا، فممكن اعرف رد قاطع من حضرتك، يجوز ولا لا يجوز؟ اللي هو ايه بالضبط؟ انه العمره بالانابه اي حد يقدر يعمل عمرة بالإنابة تجوز. أيوة بس عن طريق فلوس. عمرة واحدة تجوز. تجوز حتى ولو كان هناك موانع. موانع زي إيه؟ زي مثلا حد مريض لدرجة ما يقدرش يأدي فرض العمرة. طب لو حد متوفي أصلا. حد متوفي. حد متوفي يعني أنا أقدر أعمل ده. طب مش شايف حضرتك إن الموضوع ده هيبقى حاجة تجارية زي ما حضرتك قلت؟ 4000 جنيه يعني لو الأبليكيشن تجاري، لكن حضرتك أنا موجود هناك وحضرتك تعرفيني. طلبت مني إنك كتبتي لوالدتك أو لوالدك إن أنا وفي ثقة ما بيننا إن أنا أدي فريضة، أدي الفريضة باخد حاجة اسمها ولتحليل العمرة، رسوم الانتقال اللي أنا انتقلت فيها من السكن بتاعي أيوه للكعبة
اديت العمره بتاعته وخلاص انتقلت بكام؟ يعني انا كده ب 30 ريال ايا كانوا. ايوه انا كده عرفت من حضرتك بتطلعيهم توزعيهم لله. بس حضرتك حاسه من كلام حضرتك انه حضرتك بتنصح يبقى حد احنا نعرفه ما نلجاش لابلكيشنز او تطبيقات على السوشيال ميديا. لا 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 صحيح؟ لا. طيب لا شكرا جدا لذوق حضرتك، شكرا فضيلة الشيخ زكريا السوهاجي. انا شايفه يعني انا من وجهة نظري انه لو انا حد ثقة، يعني انا شايفة ان ده حد ثقة وهيعمل العمرة دي من قلبه، يعني ممكن ان انا ادي فلوس لحد واطلب منه. او على فكرة احنا ممكن انا ما اديش فلوس لحد والاقي حد مثلا في العمرة هناك واقولها لو سمحتي اعملي عمرة لمامتي لبابايا، ولكن انا مش هبقى ضامنة وواثقة ان الاحساس برضو هيطلع من القلب. فاهميني؟ يعني يفضل زي ما قال فضيلة الشيخ انه يبقى ناس انا واثقة ان هم هيساعدوني من قلبهم، عشان ده بيني وبين ربنا، فانا ما اقدرش ان انا اعمله حاجة تجارية كده، لازم يبقى في حاجة من القلب للرب على طول. فاهميني؟ وحاجة تانية ان احنا برضو دي من الحاجات اللي على السوشيال ميديا طول الوقت احنا قاعدين يعني عمال بنساعدهم وبنكبرهم واحنا مش واثقين اصلا هل الكلام ده صحيح ولا لا. زي ما في حادثة حصلت، ولكن انا عشان ما عنديش تفاصيل مش هخوض بالكلام ده، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نتكلم في الحوار ده. زي الناس اللي بيقولك لو عايز تعمل تذبح ذبيحة في بلد مش عارف ايه للفقراء، زي اللي عايز يعمل بئر مية فالحد برضو في مكان من الاماكن. في الاخر الناس اكتشفت ان نفس الذبيحة دي عم يتبعت صورها لكل الناس، بير المية ده برضو كل الناس نفس البير. تفهميني؟ يعني انا عمال ادفع فلوس على حاجة الف حد بشير في الحاجة دي، يعني مبقاش فيه ثقة، وده عيب السوشيال ميديا. فلو احنا حد مش واثقين فيه ما نعملش كده وما نروحش فلوسنا على الفاضي، وعشان ما نتخدعش وغيرنا يتخدع. خلوني دلوقتي اطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات فيس اوف. اهلا بيكم تاني من بعد الفاصل. رجعنا النهارده هنجاوب على سؤال مهم قوي دايما بنساله لبعضنا، ليه تسافر بره مصر لما ممكن تكتشف اماكن سياحيه مستخبيه في مصر ومش مكلفه، خصوصا بعد ما كل الناس رجعت من موسم الصيف وابتدوا يحوشوا عشان نجهز لسفر الشتاء. ولكن عشان تعمل ده صح وتكتشف اماكن جديده لازم نسمع نصايح واسرار مهمه جدا من صانع محتوى السفر والباحث في علم المصريات مصطفى رعد. منورنا يا مصطفى. منور حضرتك، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. دايما السؤال بجد حقيقي، يعني حتى بين صحابي عشان انا نص سوري نص مصري، فناس كتير بتيجي من بره بيقولوا لي يعني احنا عايزين نغير عايزين نطلع بره مصر. بقول لهم ليه؟ ما هو في مصر اماكن حلوه كتير قوي حقيقي انا رحتها وشايفه ان هي من اجمل بقاع الارض حقيقي والله، مش عشان يعني انا نصي مصري، ولكن زي الجونه وزي حاجات كتير قوي هنعرفها منك النهارده. بداية بس عايزة نعرف الناس بقالنا قد ايه صانعين محتوى. انا بدأت في صناعة المحتوى من بالظبط سنتين. كنت بدأت على بلاتفورم واحدة. كنت بادئ فيديوز عادية خالص. اللي هو انا بنزل اماكن سياحية بحكم شغلي، فصورت فيديو كنت بصور تبع عن، ولكن الاكسبيرينس عندك عرفت ان هي من اكتر من 10 سنين بالظبط. يعني انا السياحة في مجال السياحة بقالي دلوقتي 8 سنين. فبطبعي دايما بحب التصوير وبحب الاماكن السياحية والاثرية. فاكتر مرة كنت بنزل اصور فيديوز، مره فيهم الفيديو جاب فيوز عاليه. فبدات من ساعتها اتعرف الحمد لله، وبدات اشتغل على كل البلاتفورمز مش واحده بس. طيب بنختار المكان على اساس ايه؟ ازاي بتختاروا المكان؟ يعني على اساس ايه دي بحددها بالمود. يعني دايما بقول مش ممكن شخص يسافر اي مكان يتبسط، الواحد لو مقرر جواه ان هو يتبسط هيتبسط. بس الفكره انا مودي دلوقتي هل هو استرخاء ان انا اسافر مكان اريلاكس فيه اهدي فيه اعصابي، ولا مسافر مع اصحابي فعايز اعمل اكتيفيتيز جديده فعايز اكتشف حاجات جديده. فدي بسيبها شويه على اساس المود اللي احنا مسافرين في الوقت فيه. مثلا لو حاجه زي هانيمون مثلا، حد رايح يحجز هانيمون فدايما هيختار حاجه يريلاكس فيها. حد مع اصحابه هيبقى بيتنطط كتير، فعلى صحيح. حسب المود بميل ليه اكتر. يعني مع ان حضرتك اتكلمت عن الهانيمون، دايما اي اتنين متجوزوا بيقول لك لا احنا زهقنا من مصر وعايزين نطلع بره مصر.
الغريب في المحتوى بتاعك ان انت دايما بتسعى ان انت توضح جمال مصر وقد ايه احنا عندنا اماكن سياحيه حلوه. ايه الاماكن اللي من وجهه نظرك شايف ان هي لو اتنين رايحين هانيمون تقدر ان انت تنصحهم عشان يعني برضو يوفروا يعني برضو تيكت طيران والحاجات دي؟ عايزه اعرف لو اتنين دلوقتي بيستفسروا ايه الاماكن الحلوه ان احنا نروح هانيمون جوه مصر. طيب خلينا نبدا بالاماكن اللي هي البادجت اقتصاديه قليله شويه، بعد كده نطلع الحاجات التوب. لو بادجت قليله هرشح لهم حاجه زي دهب، فيها حاجات جميله جدا وفيها فنادق هاديه كتير ومناطق فيها يريلاكس اكتر بكتير. لو فتره الشتاء البيوت النوبيه بتبقى تجربه فوق الروعه. في بيوت نوبيه بتعمل باكج معينه للعرسان وكده، بتبقى لطيفه والناس هناك بتحبها جدا. في النوبه، في النوبه، في غرب سهيل، في النوبه. أيوه. غرب سهيل منطقه سياحيه اكتر. أيوه. في قلب النوبه بتبقى جميله والناس فيها بتريلاكس جدا. لو هنطلع في المستوى شويه، سهل حشيش بعتبرها من افضل الوجهات للهانيمون في مصر كلها. صحيح. فيها فنادق اتعملت خصيصا للهانيمون. ففعلا هناك يعني دي فعلا الديستنيشن المصريه اللي مفيش حد بيزعل وهو هناك. طيب الاماكن دي سواء نوبه او سهل حشيش او دهب كده، ده ينفع صيف وينفع شتاء؟ لا خلينا يعني حاجه زي النوبه ده طبعا لازم تبقى في الشتاء. للاسف الصيف حر قوي جدا، يعني درجه الحراره بتبقى ساعات بتوصل ل50 واكتر. احنا بس عشان الناس اللي بتتفرج برضو تقدر تعرف المكان ده يروحوه امتى بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك يعني في اجانب خلال الصيف ده كانوا ماليين الاقصر واسوان. ايوه بس أيوة. بس احنا شويه بنحب الجو اللي هو نتبسط فيه، مش الجو صحيح اللي نتعب فيه. هم اصلا ما عندهمش ده، يعني الدنيا تحرر دي بالنسبه لهم دي واو فظيع بالظبط، فهو بالنسبه له ده اكسبيرينس عظيمه يعني. فلا يعني احنا كمصريين بفضل من اول شهر 11 12 1 2 ده توب. شهر 3 بتكون الجو بدا يحرر شويه، بعد كده بيكون حر جامد بقى. فلو ديستنيشن اسوان الفتره دي كويسه أوكي جدا. لو هنعلي البادجت شويه او هنفكر في حاجه فلوسها اكتر، لو حاجه لكجري بفضل سهل حشيش زي ما قلت لحضرتك، وكذلك سوما باي برضو، المناطق الجديده في الغردقه، سوما باي ومكادي والكلام ده بيبقى فعلا فوق الممتاز. في مكان برضو من الاماكن الناس يعني يمكن ما تعرفش عنها، مرسى مطروح ومرسى علم. يعني انا رحت صراحه الشط من انقى الشواطئ، يعني بجد الميه ما شاء الله كلير قوي. ف يعني اكتشفت ان ناس كتير برضو مصريين ما يعرفوش الاماكن دي. انا عايز اقول لحضرتك انا كنت منزل فيديو من مرسى مطروح، من كتر ما هو كان جميل. الناس كانت بتقول ده فلتر. صح. الناس كانت مستغربه. أيوة ان ده نقاء المايه بجد. فلا يعني مرسى مطروح فعلا الفتره اللي فاتت بدا يبقى فيها اهتمام، بدا يتعمل لها طيران اسبوعي وده فرق جدا. عرفت ان في شركات ايطاليه بقت تروح مرسى مطروح. فهي ديستنيشن عظيمه، بس برضو بحس ان الشمال مصر ينفع اكتر فتره الصيف مش فتره الشتاء. سواء الساحل ولا مطروح ولا اسكندريه. أيوة. ولا الكلام ده. في الشتاء بيبقى برد شويه، في ناس بتحب تجرب اكسبيرينس اسكندريه يوم يومين، بس فعلا الجو بيبقى برد بزياده على ناس رايحه تتبسط. هي الشتاء طبعا تجنن في الشتاء تجنن، ولكن برضو في الجونه. الجونه تحفه. عايزه اعرف رايك في الجونه برضو. ظلمناها؟ لا ما ظلمناش، برضو قلتها ضمن الديستنيشنز اللي في الغردقه. الجونه مدينه جميله جدا طبعا، انها جديده بالظبط طبعا، لكجري وجديده واكسبيرينس تبقى حلوه. وتحت بقى تحت الغردقه مرسى علم. مرسى علم بيجيها سياح من كل العالم، بيعملوا رياضه الغوص او سياحه الغوص اللي احنا هنا تقريبا ما نعرفش عنها حاجه. الالمان بيحبوا مرسى علم جدا. هناك في اماكن في مرسى علم يعني ممكن حد يسافر طياره 8 ساعات عشان يشوفها بس. واحنا هنا للاسف لسه مفيش الاكسبيرينس. ما هي دي ده السؤال كنت عايزه اعرفه منك. سافرت كتير جوا مصر، شفت اماكن كتير. احنا دلوقتي يعني لو عدينا هنعد اكتر من 20 مكان، ولكن من وجهه نظرك ايه هو المكان اللي انت شايف ان هو مش واخد حقه؟ المكان اللي مش واخد حقه يعني اكثر الاماكن جمالا واكثر الاماكن التي تحتاج الى عنايه. لو هختار مكان هيبقى مدينه الاقصر. الاقصر شويه محتاجه. هي اسوان اللي واخده منها بالظبط يعني السبوت. دايما الصور الحلوه بتتصور في اسوان. بس تقريبا الاقصر فيها نفس فيها نفس الجو، فيها نفس الخضره والجمال. فيها اماكن اثريه. احنا معظم اللي بيروح الاقصر بيروح 20% من الاماكن الاثريه. البر الشرقي اللي هو معبد الكرنك ومعبد الاقصر، والبر الغربي اللي هو دير حتشبسوت ووادي البلوك. في اماكن تانية جميله جدا، في منطقه مقابر دير المدينه، في حاجات تانية في منتهى الجمال.
ممكن الناس اللي موجوده يعني تستمتع بكل لحظه فيها، صحيح. بس للاسف هناك انا برضو بقول في عائق ان عدد الفنادق قليله لسه ما خد دلوقتي في استثمارات كبيره بتحصل فيها. بس فعلا الاقصر ديستنيشن مظلومه جدا، واتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه تاخد حق اكتر من كده باذن الله ان شاء الله. طيب لو انا ما عنديش مرشد سياحي او حد بيعرفني على البلد وقررت ان انا اروح بلد، ازاي هتعامل وانا معيش حد اصلا يعرفني ده؟ يعني ممكن انا بتكلم لو انا مش عامله لك فولو ومش متابعاك في العموم، حد رايح ومعوش مرشد سياحي هيتعامل ازاي؟ هو عامه فكره السولو ترافلرز اللي بيسافر من غير وكاله سفر او من غير جروب معين يكون معاه بدات تنتشر بشكل كبير جدا وسط الشباب. نصيحتي ليهم ان هو يا اما المكان اللي مسافره ده، احنا دلوقتي السوشيال ميديا او الانترنت بشكل عام وفر لنا كل المعلومات اللي ممكن نعرفها عن المكان. فرضا منطقه زي الاقصر او اسوان، في ويب سايتس معموله بتعرفني المعابد اللي هناك ايه، تاريخ المعابد، القطع الاثريه. يعني المفروض اللي فهمته من حضرتك ان احنا نعمل سيرش البلاننج قبل السفر طبعا، او ما نروحش مكان يعني ما حدش من صحابنا راحوا او انا ما عنديش عنه معلومات، عشان هظلم نفسي. بالظبط، اللي هو يعني انا حتى لو مسافر مكان مش عارف الاكتيفيتيز اللي بتعمل فيه ايه، هفضل قاعد في الاوتيل مش هعرف اتحرك. فلازم لو انا مسافر لوحدي او مسافر من غير جايد قبل السفر، لازم اعمل بلاننج كويس جدا للمنطقه اللي انا رايحها. ابلان اتبسط ازاي؟ بس ان انا مسافر المدينه دي بهدف الانبساط، وان انا ما اروحش مدينه مثلا مدينه كلها شوبينج مثلا وانا ما بحبش اعمل شوبينج. بالظبط، مش رايح اروح مثلا بحر وانا مش بخاف انزل البحر. هي دي المشكله، يعني دايما السفر لما بيكون ده اللي اتكلمت مع حضرتك في اول حلقه فيه، المود. انا المود بتاعي موديني فين؟ هل انا عايز اقعد وسط اماكن اثريه؟ هل انا عايز اقعد وسط نيتشر؟ هل انا عايز اقعد على البحر؟ دي مشكله والله. بالظبط، دي في اماكن يعني احنا نسافر مكان تلاقي كل الناس مثلا مفيش ريستورانت عاديه، مفيش كده ناس تفطر، كل الناس بتسهر. بالظبط، انا ما بحبش السهر يا جماعه، امال انا جيت ليه؟ طيب كعيله مكونه من اكتر من فرد، عارف ان بيبقى في عندهم مسؤوليات وعندهم حاجات كتير، ولكن هم محتاجين يعملوا بلان عشان يقدروا يسافروا، ازاي هنساعدهم ان هم يعملوا خطه؟ اوكي، طيب لو احنا عيله وعددنا كبير وبدا بقى البادجت توسع مننا، بيبقى الحل الامثل ايجار الشقق مش الفنادق. ان انا اقيم في شقه فندقيه او شقه، دلوقتي بقى كتر الويب سايتس كتيره بتحجز شقق فندقيه كويسه وتلاقي سعرها كويس جدا بتمن سعر الروم في اوتيل. صحيح، يعني بدل ما ادفع اوضه ولا اتنين في اوتيل اسبوع مثلا. بالزبط، انا اقدر ان انا ااجر. بالظبط، وانا اساعد نفسي مع نفسي يعني اسبوعين اكتر. أيوة، من كده بتبقى كويسه جدا، وفي نفس الوقت بتبقى بادجت وايز احسن بكتير من الاقامه في الفنادق. وده بقى متاح قوي هنا كتير يعني، كتير غردقه فيها كتير، الدهب فيها كتير اكتر من مكان، دلوقتي بقى متاح فيه الشقق الفندقيه كتير جدا خاصه القاهره كمان. طيب سافرنا، هتعامل ازاي مع اهل البلد اللي انا رايحه ازوره وانا معرفش مثلا اللهجه، او معرفش هتعامل ازاي؟ ايه انا اتحطيت كده، هتعامل معاهم ازاي؟ جوجل ترانسليت؟ لا، هي دي نقطه لو احنا في مصر فمقدور عليها. هي دي نقطه مهمه جدا، بس دايما بقول ان احنا لو احنا رايحين مكان معين نحاول نعرف عادات وتقاليد المكان ده عشان بصوره او باخرى ما نضايقش او ما نجرحش الناس اللي موجوده في المكان. يعني ممكن فعل معين يضايق حد موجود في من اهل البلد. يعني انا كنت في مدينه من غير ذكر اسماء، اهلها ناس طيبين جدا، وكان معايا جروب منهم ولد كنا في متحف وشاف زي التقليدي بتاع المدينه دي واتريق عليه. فكان جنبه حد من اهل المدينه ضايق جدا. ضايق جدا جدا طبعا. انا طبعا خدته على جنب واتكلمت معاه وراح اعتذر للراجل، بس الموقف ده وارد يحصل، وارد يتكرر. ممكن عاداتي وتقاليدي غير عاداتك وتقاليدك، بيبقى في مايند سيت مختلفه. صحيح، تقبل فكره الاختلاف. بس دي النصيحة الأولى والأخيرة، تقبل فكرة إن أنت رايح مكان ممكن يكون المايند سيت بتاعتك وبتاع صحاب المكان ده مختلفين، فريسبكت إن أنت في مكانه، بس صح، احترم وجودك في المكان بتاعه. طيب بما إنك سافرت كتير قوي، ابتديت شكلك من أنت لسه صغير. صغير يعني. جدا. طيب في أهالي بتتابعنا دلوقتي وعندهم مشكلة مع أطفالهم، إنه الأطفال دايما عايزة تسافر من بدري وهي لسه يعني مش كبيرة قوي، وجهة نظرك نقدر نسمح لعيالنا يسافروا من امتى؟ هم عندهم كم سنة؟ طيب هو لو لوحدهم، اتكلم لوحدهم. طب هنقسم الفكرة جزئين. تمام، اول فكرة ان هم يسافروا من غير اهاليهم،
وتاني فكره ان هم يسافروا لوحدهم خالص. تمام، انا دايما بنصح الشباب اللي هم في اعدادي وفي ثانوي ان هم يشاركوا في الكامبس اللي بتتعمل، التريننجز اللي بتبقى بره السيطره بتاعه الاب والام، بس في نفس الوقت بتبقى خاضعه لرقابه من جهه، سواء بقى بالظبط انستتيوشن، سواء في الجامعه، سواء في المدرسه، وبيتبسط ان هو مع اصحابه، بس في نفس الوقت بيبقى اندر كنترول، ان انت احنا واخدين بالنا منك وشايفين انت بتعمل ايه. فده بيعزز جواه حته ان انا لا، انا قادر اعتمد على نفسي من غير الاب والام. من سن 17 18 انصح ان هو يبدا يسافر لوحده، يبدا السن ده سن كويس، هو خلاص بقى قادر ان هو ياخد الاكسبيرينس لوحده، وكل ما خدها بدري كل ما فعلا شال المسؤوليه اكتر. هي دي بالظبط. يعني ناس كتير قوي بتبقى خايفه انه هيجرى له حاجه، هيتوه، مش عارف ايه، ولكن هم ممكن مش عارفين ان هو لازم يتحط في المواقف بالظبط دي عشان بالظبط يتعلم ازاي. بنشوف دلوقتي في يعني في اطفال، هو مبقاش اطفال يعني، شباب 25 26 لو هو راح مشوار يبقى مرتبك، هو بالظبط مش عارف ان هو يتعامل ازاي. فحقيقي دي حاجه كويسه قوي، اهالي كتير ما بيبقوش عارفين انه لا، هي بتفيد جدا السفر، بيعلم حاجات كتير جدا، ومكانته يعني سواء دينيا ولا ثقافيا ولا مكانته كبيرة. انت بتترمي في مكان، بتبدأ تاخد الخبرة بتاعتك كلها فيه، بتبدأ تتعلم الحاجة اللي موجودة في المدينة دي. لا طبعا تجربة عظيمة، وانصح طبعا ان هم ياخدوهم بدري، مش من العشرينات والتلاتينات. انا بيجي عندي ناس الشركة 30 سنة مسافرتش خالص خالص، فده بتبقى يعني بالنسبة له ده يضحك عليه بسهولة جدا ده هيروح بص اي حد هيقول له دي تمنها كذا عادي هيشتري على طول عشان مفيش اكسبيرينس. طيب احنا قناة هي بندافع دايما عن المرأة، ودلوقتي عايزين حضرتك تقول لنا ان الست محتاجة تسافر اكتر من الراجل. لا، واحنا كلنا محتاجين نسافر. مين محتاج يسافر اكتر، الراجل ولا الست؟ والله يعني لو بصينا المسؤوليه اللي على الراجل، المسؤوليه اللي على الست، هتلاقي برضو ديفايدد ما بين الاثنين. ولكن المسؤوليه على الست اكتر من الراجل. الاثنين والله يعني في الزمن، يعني في الوقت ده الاثنين. انا في نظري ان يعني برضو في السفر هيسافروا مع بعض. لا يعني انا برضو لو متقبلين فكره ان هم يسافروا مثلا ده مع اصحابه وده مع اصحابه، هتبقى بالنسبه لي حاجه جميله جدا. لا بس حقيقي عايزه اعرف، هل السفر بيفرق بين الست والراجل؟ يعني اعداد اكتر بتشوف رجاله مسافرين لوحدهم ولا ستات لوحدهم؟ انا عايز اقول لحضرتك لو فتحتي الاكونت بتاعتي هتلاقي اللي عاملين لي فولو بالنص، 51% 50% 51% ما شاء الله. ايه الاجوبه الدبلوماسيه دي يا جماعه؟ لا يعني والله فعلا مش دبلوماسيه، بس انا شايف ان الاثنين فعلا يعني عايزين ياخدوا التجربه لوحدهم ياخدوها، بس الاثنين فعلا محتاجين السفر، ومش شايف ان في فرق بين الراجل والست في السفر اطلاقا. يعني لا، ده يعرف يتعامل. دلوقتي انا بشوف فعلا بنات بيسافروا انترنشيب مثلا لوحدهم ويعتمد عليهم 100%. ايه بس بالسفر الراجل بينكد اكتر من الست؟ لا ما فيش كلام ده. والله اللي عايز ينكد يا جماعه بحاول اوقعه في اي حاجه. لا هو مش عايز. اللي عايز ينكد بينكد في اي حته. سواء راجل او ست يعني. صحيح، ولكن السفر برضو ليه فوائد كتير قوي، غير ان انا استجم، برضو في اكسبيرينس، في لغات ممكن اتعلمها، في حاجات كتير بتأثر في شخصيتنا برضو. كيد. انا عن نفسي انا مغرمة بالسفر، يعني انا اعشق السفر، فعشان كده دايما بتلاقيني انه انا بدافع انه يا جماعة برضو سافروا وانتوا صغيرين. برضو انا لما اشوف اهل لأ ده لسه عنده 16 ولا 17 سنة لا ما يسافرش وخايفين عليه، لأ زي ما حضرتك قلت حقيقي انه لأ، خليهم يعتمدوا على نفسهم من هم صغيرين. عايزه اقول لك شرفتني ونورتني النهارده، وشكرا جدا للمعلومات اللي اديتها لنا، وان شاء الله نتقابل على خير قريب تاني. شكرا لزورك. خلوني دلوقتي اطلع فاصل ونرجع لاخر فقره من فيس اوف. ورجعنا تاني لاخر فقره من فقرات فيس اوف. المراهقه نقدر نقول عليها انها مرحله العاصفه اللي وصلنا ليها بعد هدوء الطفوله وانسجامها، وبعد ما يبقوا كده اطفال لطيفين كيوت قوي. عشان كده هي مرحله حرجه وليها قواعد خاصه لازم نتبعها عشان نقدر نوصل باولادنا لبر الامان في النهايه. ولكن ازاي نحقق المعادله الصعبه دي؟ ده اللي هنعرفه النهارده اكتر من ماري توخي، اخصائي الارشاد النفسي والاسري. منورانا. منوره بيحكي. ميرسي خالص. ميرسي ليكي ولوجودك معانا، لانه
احنا بجد وصلنا دلوقتي لمرحله حاسه انه الاطفال يعني اتقلبت المقاييس، بقت الاطفال او المراهقين هم اللي متحكمين اكتر باهاليهم. طيب ازاي انا دلوقتي يا دكتور عايزه اعرف ازاي اوصل ان انا اقدر ان انا اخليه يعمل الحاجه اللي انا عايزاها ولكن من غير ما اجرحه او من غير ما يحس ان انا غصباه؟ اوكي بصي، في شويه حاجات انا لازم امتنع عنها خالص في مرحله المراهقه. انا كنت الاول اقدر اشد ابني اجره، أيوة. تعالى هنا، روح اقعد. ده زمان لما كان طفل. وطبعا المراهقه دي نزلت دلوقتي، بقت مثلا من اخر 19 سنين ممكن نقول ان هما بداوا فيها، ما كانتش زي زمان. من 10 سنين بقى يبتدي بقى يعترض، هو ما بقاش شيء زي ما انا كنت الاول بتعامل معاه. كنت الاول بتعامل معاه لانه حاجه، كرسي، شنطه، بجره كده، بجيبه كده. دلوقتي لا، هو بقى بيعترض، بقى موجود. يعني خلقنا لنعترض، احنا بنقول لا قبل ما نعرف حتى انت عايزه ايه. احيانا انا بقول لا عشان اغيظك. طب ايه السبب العلمي اللي خلى سن المراهقه يرجع بينا لورا كده؟ يعني احنا كنا 15 سنه بنبتدي الانفتاح. انت دلوقتي الولاد اللي معاهم موبايلات في ايديهم، كم المعلومات الرهيب اللي بيوصل لهم مش زي المعلومات اللي كانت بتوصل لجيلي زمان. فانا زمان كنت الحاجات دي. بدرت كل حاجه، عينهم فتحت بدري على كل حاجه. فالولاد سن المراهقه بدا بدري، بداوا يفهموا ويعرفوا، يكتشف ان انا ممكن اقول لا، انا ممكن افرض شخصيتي، انا اصلا مستقل، انا اصلا اقدر اعمل كل حاجه. عشان كده ما بيجي الاهل يهدد مثلا ويقول له هعمل فيك وهسيبك في البيت، او هنسافر ونسيبك لو انت ما جيتش معانا، يقول له سافر براحتك. انا كده كده موجود. انا كده كده هقدر اعمل كل حاجه. طبعا الطيش بتاعها بيبقى واخد حده، فبيبقى مش همه اي تهديدات من الاهل، وبيبقوا عايزين يثبتوا لنفسهم ولاهلهم ان هم كائنات مستقله. يثبتوا يعني كولد او بنت. عايزه اللي اعرفه من حضرتك، يفرق ايه الولد عن البنت في مرحله المراهقه؟ لا، الاثنين معترضين تماما، الاثنين مش عاجبهم حاجه. البنت بيبقى الضغط عليها اشد، ما تخرجيش كتير، ما تتسهريش بره، ما تعمليش، حسب المجتمع. بس في الاخر هي بتعترض والولد بيعترض، وكلهم عايزين ينفذوا اللي في دماغهم، مفيش فرق خالص ما بينهم. بس البنت غالبا نقدر ان احنا نسيطر عليها اكتر. زمان ده كان زمان. بنات دلوقتي بقت شخصيتها اقوى، بالعكس الاحساس الفيمينست، انا مع المراه، انا ما حدش يتحكم فيا، ما تقوليليش اعملي كذا. فتحسي ان هم جواهم ثوره غضب ضد المجتمع اشد بكتير من الولد. بصي عموما المراهق بيبقى عنده ثوره غضب ضد المجتمع. ايوه، انا عايزه اعرف سايكولوجيا هو بيفكر ازاي، هو ايه عايز، ايه عايزين، ايه في بيفكر ان انا اهم من المجتمع، راحتي وانبساطي اهم منه بكتير. فما تجيش مثلا تقولي لي انت متاخر الساعه 12 ليه، الناس تقول علينا ايه. لا، ما تقوليليش الناس. انا اهم من الناس، انا اهم من الناس، انا سعادتي وانبساطي اهم من الناس. مفيش حاجه اسمها الناس تقول علينا ايه. تلاقي مثلا يجي لي حد كده كل اللي همه ان وقت الخناقه ماما عماله تقول له اسكت، وطي صوتك، الجيران يقولوا علينا ايه. يقول لي هو الاهم ان البيت يبقى فيه سلام، ولا الاهم ان الجيران تقول ايه؟ فهم بيبقى مفاهيمهم ان احنا اهم، انا اهم، سعادتي اهم، ما تقوليليش الناس. عشان كده دي تركة مهمة جدا. اما يجي احنا بنقول للولاد مثلا ما تتأخرش برا، او ما انا قايله له ايه، عشان انا ببقى قلقان عليك، عشان بعرفش انام لما انت تيجي، علشان انت يعني نحسسه ان هو المهم، هو بالزبط. محور الكون هنا. ما جبلوش بقى سيرة عشان الناس ما تقولش علينا حاجة. ابعد عن الكلمه دي. المهم انت، مش المهم الناس. بالظبط. طيب انا ازاي اخليهم يسمعوا الكلام من غير ما هم يزعلوا مني برضو؟ يعني اوصل لهم الفكره دي، انه احسسه زي ما حضرتك قلتي ان هو اهتمامي كله كده. اوكي، هو انا اللي عايزه اعرفه، انا دلوقتي اقنعه ازاي بحاجه انا عايزاه هو يعملها وهو لازم انه يعملها، يعني سواء انت قلت ولا ما قلتش انت كده كده هتعملها. بصي، عارفه اللي هو اللي معاه شويه حاجات كيميائيه كده، الكيميائي بتاع المعمل ده، اللي هو لو زود حته المعمل ينفجر، ولو قللها مش هيحصل المعادله. الاهل لازم يبقوا كده، يبقوا عارفين ان في فرق ما بين الحزم وفرق ما بين الدلع وفرق ما بين القسوه. انا عايزه اوصل ابني للحزم، اللي هو ايه، احنا حبيبي ميعادنا في البيت الساعه 11،
او 12. مش هنتاخر عن كده، مش هجيب له سيره الناس بقى، هقول له مراهق بيدخل البيت الساعه 12 يعني 11 12. ده احنا دلوقتي في 4 و5 في ابديت يا جماعه حاصل، انا ما اعرفش عنه حاجه. ايه ده في القهوه بتبدا مش عارفه من الساعه كام، وانا عايزه اقعد زي اصحابي، وفي حاجات كتير. احنا طبعاً كنا ساعتها 8 9 صح؟ لا 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 لا، ده يعني ده اللي بيطلع جديد، يقول لك البنات بترجع الساعه 12 بالليل، عايزين ارجع زي البنات. طب لكن حضرتك مش شايفه ان الخلل ده اللي حاصل نتيجته امهات برضو؟ ما هو بصي، ممكن تكون نتيجته امهات وميديا انا لما يجي ابني يقول لي اصل انا اصحابي بيدخلوا البيت الساعه 12 عايزاني ادخل البيت قبليهم ليه، يقولوا عليا ايه؟ امهاتهم، مش لو الامهات كلها اتعاملت في نفس الاسلوب مش هيحصل حاجه؟ لو اصل انا معلش انا اسفه، ولكن وحتى الناس دلوقتي ممكن تزعل، في امهات كتير قوي دلوقتي هي سبب خراب عيالها. طبعا طبعا الامهات ما بقتش فاضيه تربي، عشان كده وانت بتقولي اقول له ازاي من غير ما يزعل، لا هو احيانا ممكن يزعل، واحيانا انا محتاجه ازعله، هو يعني هيزعله شويه، زعل مش هتضيع الدنيا. فكرة كلها ان انا ما بقاش قاسيه، يعني مش هقول له هترجع الساعه 8 والناس كلها بترجع 11 و12، بس احنا هنلتزم بميعاد 11، الناس بترجع 1 و2 اكشن، فاحنا هنلتزم بميعاد 11، ده ميعاد مناسب للبيت. الامهات اللي عيالها بترجع البيت 1 و2 بيبقوا فين؟ بيعملوا ايه؟ مستنيينهم. لا مش مستنيينهم، يعني لو في ام في البيت وفي اب في البيت ما اظنش انه هيعملوا كده. لا لا، لكن وصلنا لمرحله عم نشوف بنشوف امهات انه زي ما انت عايز، بس ايه انزل عن وداني. طبعا في كتير يعني ده نسبه كبيره قوي. وبعدين يرجعوا امتى؟ يوعوا لما يحصل مصيبه بقى. يجي الاب يقول لها تربيتك، تقول لها تربيتك، يرموها على بعض للاسف. صعبه. ايوه قضية جدا صعبة. علشان كده دايما بقول اننا نمسك العصايه من النص، ما نشدش قوي، بيبقى في حوار كتير، بيبقى في كلام حلو، بيبقى في دلع. ما تقوليش ده ولد كبير، ده ايه ده بقى اطول مني ادلع ايه؟ لا دلعي وتكلمي، بس في نفس الوقت لازم يبقى في حزم، في ارتباط بالحاجه اللي قلناها، في اتفاقيات. مفيش نزول لما تخلص الحاجات اللي مطلوبه منك في الشغل، مفيش نزول لما تساعدني، ساعدني ورتب اوضتك وبعد كده انزل. ما فيهاش حاجه خالص ان انا اقول له كده، يزعل يتنرفز. الفكره بقى في بعد ما يزعل انا اعمل ايه؟ هراضي ازاي؟ لا انا هو زعل، مش هقول له واخبط راسك بقى في الحيط واعمل اللي انت عايزه وانا كلمتي اللي هتمشي، انا كده هخسره. كده بقى الحته الغلط اللي هزود فيها المعادله وابوظ الدنيا. صحيح. الحل ان انا اقول له بص يا حبيبي، احنا عايشين في بيت واحد، احنا في اتفاقات ما بيننا، احنا مقررين ان مش انا اللي بشتغل في البيت بس، ومش انا اللي بعمل كل حاجة. المهام متوزعة، انا شايلة جزء وانتو جزء. يتفلفص بقى، يزعق، يتعامل بالراحة خالص. انت بتزعق ليه؟ احنا بنتكلم بهدوء. لما هيلاقيني اولا انا متعاطفة معاه وبتناقش ومدياله فرصته ومدياله الاختيار، اقول له ايه رأيك انك انت تروق الاوضة دي ولا تروق الاوضة والصالة؟ طب خلاص هروق لك حاجه. يبقى هو جاله الاختيار، هيتزنق في نقطه، اديته تعاطف، احسسته ان انا مش ضده، احنا الاثنين في مركب واحده، اديته اختيار، اديته حب، وقلت له قد ايه ان انا بحبه، خلاص الدنيا هتمشي. مش هتبقى سموس وهيبقى ملاك بجناحين، لا، بس في الاخر هتبقى الدنيا ماشيه احسن بكتير من ان انا لو وقفت قدامه ند وقلت له هزعق. طيب في مرحلة المراهقة في كلهم غالبا بيقلدوا بعض، يعني البنت لو صاحبتها لونت شعرها هي عايزة تلون شعرها، الولد لو صاحبه عمل سبايكي هو عايز، بيقلدوا بعض تقليد أعمى. ازاي هخلي ابني يبقى عنده شخصية مستقلة؟ ازاي هقنعه؟ بصي، هو البير بريشر من أكبر الحاجات اللي ممكن يبقى الناس بتعاني منها. بس احيانا انا ممكن اسيبه يجرب. ايه اللي هيضرني؟ مش هيجوا بالعند صح؟ لا، جرب. بصي، تشوز يور فايت، ما تقعديش تتخانقي في حاجات. يعني انا اتخانق مثلا ان هو يذاكر او يخلص المطلوب منه ولا يعمل شعره ويلبس بنطلون مقطع. يلبس البنطلون المقطع، مش هي دي القصه. طول ما الموضوع مش حاجه تبع الدين والاخلاق والعرف
خلاص جوهد طوله اعمله ما تستحماش. على فكرة الحمى دي قضية غريبة جدا في بداية المراهقة. مش هستحمى ليه؟ ما بيحبوش يستحموا مراهقه بدايتها بيستحموش. موضوع غريب قوي. هو بيتمرد علينا ان هو ما يستحماش. انا الفكره فين؟ مش انا حر. انا اختلف عن الناس. انتوا بتستحموا وانا مش هستحم. مرحله شويه ممكن بس اتناقش. انا شفت الموضوع ده في اكتر من حد. دي سمة مشهوره جدا عن عدم يمكن عشان هي والله العظيم حاجه غريبه. يمكن عشان هي من المبادئ الاساسيه في البيت فهو بيحاول ان هو يتمرد بدايه من ممكن لان بتبقى الاهل قوي الامهات. أيوة. بتكير قوي على النقطه دي. هو عايز يثبت ان هو لا انا شخص ماشي كلمته عليا فمش هستحمى. ده انت بص انت فظيع. لا مش هستحمى حد جنبي بقى. فتلاقيها الام شايفاه جاي من تمرين الكوره بشع بشع ويقوم داخل نايم على طول. بيبقى ريحته خروف. فتبقى والله الاطفال لما يكونوا جايين من بره بيبقى ريحتهم غريبه جدا. هو زي ما بيبقى شامم نفسه. لا ماشي اوكي اقبلوني كده. عارفه اللي هو انا هستفزك عشان اعرف انت قابلاني لحد امتى. ممكن تبقى برضو خطه ان هو عشان ريحته وحشه محدش هيقرب له. هو مش عايز حد يقرب لي. لا ليه؟ ده المراهق بيبقى عايز حد يقرب له. بيبقى نفسه بيبقى في الطبطبه والحضن جدا اكتر من الطفل. بس انا اللي ببقى معودتوش على كده فما باجي اعملها بيبقى هو مستغربها. لكن ده بيتمنى جدا. بالعكس التاتش والطبطبه واللمسات للولاد والبنات دي حاجه مهمه جدا على فكره من الاب والام مش من الام بس. دي حاجه حلوه قوي لو الاب بس ابنه طبطب عليه. لا بس ما يبتديش يعمل ده في سن المراهقه. لازم الاول طبعا. بس يعني حتى ولو ابتدى يعمله في سن المراهقه هيلاقي شويه مقاومه واستغراب بس في الاخر هتجيب نتيجه حلوه لو هو استمر عليها بطريقه كويسه. طيب لو اكتشفت ان ابني بيدخن سجاير اتصرف معاه ازاي؟ ابتدوا دلوقتي يدخنوا من كام؟ 11؟ ابتدوا يدخنوا من بدري. مش عارفه من كام بالظبط بس ممكن نقول من بدايه يعني اعدادي اعداديه كده ممكن تلاقي ناس كتير. ده في اعداديه ده تطورات كتير قوي فايتاني. اتصرف ازاي؟ انا ام وعرفت ان ابني بيدخن. ما هو اللي بيدخن ده وصل له الفلوس اللي جاب بيها الدخان دي منين؟ لا ده ممكن من مصروفه. ممكن يبقى مش هو اللي بيشتري السجاير بياخد من صحابه. مش قوي يعني. ما هو صحابه برضو عندهم ليميت مش هيدوله كل يوم. فانا لازم ابقى واخده بالي انا بدي له كام. ودي قضيه مهمه جدا. انا بدي ايه؟ في ناس بتدي بارقام كبيره قوي. خروجات بالهبل ملهاش حصر مفيش حدود. فانا لازم اخد بالي من النقطه دي لان النقطه دي هتوصلني للتدخين. يعني هو دخن عشان كان معاه زياده بالفلوس؟ معاه البير بريشر حواليه بيقولوا له كلنا بندخن وانت لا ليه؟ شايف ناس شايف الاب والام بيدخنوا. ما هو انا مش ممكن هبقى انا بدخن في البيت واقعد انصح ابني انك ما ينفعش تدخن. انا عايزه يعني نناقش الموضوع كمبدا برضو. يعني انا ممكن مثلا دلوقتي لو اقل حاجه كام مثلا 10 15 جنيه في اليوم ممكن يحوش مصروفه. لا هو طبعا مفيش حد بقى لا لا لا, لا. يعني 50 جنيه هيحوش. هو لو عايز يتصرف هيتصرف. ولكن انا قفشته خلاص. انا عارفه ان هو بيدخن هعمل له ايه؟ بصي هو الاول العند مش هينفع زي ما اتفقنا. هنبتدي إيه في الحوار معي؟ لا هنبتدي في الحوار ان انا اللي انت بتعمله ده مش مقبول. لازم هيبقى فيه عقاب. لو حصل وتكرر تاني هنبقى مانعين مصروف خالص. طب ازاي هقول له ده ممنوع وده ما ينفعش وانا بدخن سجاير وبابا بيدخن سجاير؟ ما هو علشان كده انا لازم يعني في ناس بتستخدم فكره ان انا مش بدخن على طول مش بدخن قدام مثلا اهلي ان انا دخنت على سن كبير فكانت الرئه اكتملت. في ناس بتشغل فيديوهات تعليميه عن التدخين واثره فبص انت لو بتعمل في الرئه بتاعتك ايه وهي لسه ما تكونتش صح فانت بتزود فرصه انك انت تتعب اكتر. بتناقشه بالعقل بتناقشه بال مش تهديد بس احنا بناخد وعد انك انت الموضوع ده ما يكررش لان انت هتحاول على نفسك مرة ولكن معنتش معاه وما راقبوش. ما خليهوش يحس ان انا براقبه. لكن ممكن كل شويه اطمن عليه اقول له مين اللي علمك اعرف كمان مين اللي وصل لك ده علشان خاطر احاول ان هو ينصح الناس التانية. وعلى فكرة انا طول ما انا بتكلم من الصغر عن اضرار التدخين صحيح هيلاقي نفسي غصب عني الولد مش مهتم قوي بيها. بالعكس لو جم قالوا له هيقول لهم مين قال لكم ان دي علامة الرجولة؟
عايزه اقول لك نورتيني وشرفتيني دكتور مالي، ان شاء الله نتقابل في حلقات تانية باذن الله. دلوقتي عايزه اقول لكم هتوحشوني جدا، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حلقات جديده من فيس اوف. باي باي.